كنت على موعد مع حضراتكم منذ الحلقه قبل الماضيه ان اتحدث وان افتح ملف الاسره المصريه لا سيما الطلاق. وحضرت وكتبت كل شيء وهو بين يدي الان اعرضه على حضراتكم. وما السبب في ذلك العرض الا وهو مكالمه غيرت مجرى الحلقه تماما. وانا قادم الى حضراتكم و كلي تركيز في قضية الطلاق كيف أبدأ وكيف أطرحه للسا وكيف أطرحه للساده المشاهدين ومن عادتي ألا أرد على اتصالات في يوم الجمعه خصيصا من أجل التركيز. لكن قدر الله سبحانه وتعالى جعلني أفتح اتصالا على إحدى المتصلات التي كانت تبكي بحرقه. وقالت لي ربنا اللي بعتك علشان تجاوبني. قلت لها بالراحه بس في عجاله. قالت لي بالنص كده وكتبت اللي قالته لي علشان اعرضه على حضراتكم وعلشان هو ده اللي غير مجرى الحلقه النهارده قالت لي يا مولانا كان لي اب جميل جدا حسن في كل شيء اخلاقه معاملاته كل الناس بتحبه جنازته كانت جنازه مشهوده كل الناس بتبكي عليه صغير وكبير بيبكوا عليه شباب وشيبه بيبكوا عليه اتوفى من 21 يوم لكن عايز اقول لحضرتك ما كانش بيصلي ابدا ورغم الالحاح الشديد اللي كنت على طول اكلمه فيه اللي كان انه يتحجج ويقول لي ما تعرفوش اللي بيني وبين ربنا ايه وما تخشوش الجنه على حسابي ولا على قفاي ومات يا عم الشيخ وانا متاكده وانا بكلمك انا بنته وبنته الكبيره اقرب واحده ليه ان هو ما صلاش خالص قالت لي بعد موته بثلاث ايام اتصلت باحد المشايخ المشهورين وحكيت له الكلام اللي قلته لحضرتك ده فقال لي بالنص ابوك مات كافر كفر ناقل على المله فقالت له يعني ايه؟ قال لها يعني لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ويعامل معامله سائر المرتدين قالت لي ما قدرتش استحمل قفلت السكه في وشه وبعدين ربنا هداني الشيخ تاني فاتصلت بيه وحكيت له الموقف اللي ابويا مات عليه وحكيت له اللي قاله الشيخ فقال لها لا يا بنتي هو على راي الجمهور فاسق قالت له يعني ايه قال لها يعني من كبار العصاه قالت له يعني في الجنه ولا في النار قال لها لا هو في النار قالت زاد انهياري ومن ساعتها وانا عمال احاول اتصل بيك عشان اوصلك فطبعا قلت لها شوفي اللي انا متاكد منه دلوقتي وهرد عليك فيه ان ابوك الان في القبر اما مصيره فهو بين يدي الرحمن الرحيم إن شاء عذبه وإن شاء غفر له نعم ترك الصلاة كبيرة من الكبائر وإسم عظيم لكن لا أستطيع أنا ولا غيري أن يحكم على أبيك لا بجنة ولا بنار واللي عايز أقوله لك لعل شيئا بينه وبين الله لا ندري لعل شيئا لا نعرفه لعل شهادة الناس هذه تعفو عنه وتغفر له وتصبح له بين يدي مولاه اللي عايز أقولهولك أكثري من الدعاء لأبوك ومن فعل الخيرات وخلي كل الناس تدعينه الحقيقة خلص التليفون وبدأت أسأل نفسي الإجابة اللي أنا قلتها دي إيه مصيرها الإجابة دي مجرد إن أنا بهدئ من روع بنت حسيت في نبرة حزنها وبكائها إن روحها تطلع على أبوها اللي بتحبه بكل ذرة في دمها وفي روحها وفي نفس الوقت لا كلام الشيخ الاولاني ولا الثاني هيرجع الراجل علشان يصلي ولا كلامي. انما بدات افكر وانا جاي كده في العربيه هو تارك الصلاه الاسلام الكريم حط له ايه؟ واتكلم عنه ازاي؟ اول ما وصلت قفلت على نفسي وبدات اطلع ورقي وبدات ابحث عن تارك الصلاه في عقلي وفيما معي من اله. فلقيت اني تارك الصلاه ويا كل واحد ما بيصليش يسمعني ومش معنى ما بيصليش ما بيصليش خالص لا كل واحد بيفوت صلاه كل واحد بيهمل في الصلاه كل واحد بيبقى ماسك التليفون والاذان بيأذن، كل واحد بيبقى قاعد قدام الماتش او على القهوه والاذان بيأذن، كل واحد بيبقى قاعد قدام المسلسل والاذان بيأذن، كل واحد بيتهاون في امر الصلاه، اسمعني النهارده انا بقول لك لقاء احسبه حجه لي وحجه عليك بين يدي الله سبحانه وتعالى. انا خايف من الاجابه اللي جاوبتها للبنت لاني كلها اجابه دبلوماسيه حبيت اهدئ بيها من روعها. يعني انت بتقر كلام الشيخ الاولاني او الثاني دي اراء في الفقهاء لما ترجعوا لها هتلاقوا ان المشايخ دي ما اخطاتش لكن ما اصابتش القول مع البنت لكن هم نقلوا اليها كلام الفقهاء. فخذوا بالكم يا تارك الصلاه يا من لا تصلي اسمع انت في الدنيا صاحب كبيره من الكبائر ومصيبه من اكبر المصائب وذنب من اعظم الذنوب يا تارك الصلاه اسمع انت في الدنيا تعيش في ضيق من العيش وفي ضيق من الحياه وفي هم مستمر وفي كابه مستمره وفي حزن مستمر لان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها